احلى جمهور والله بيستاهل كل الفوز اقسم بالله. الحمد لله انتصرنا اليوم وحصلنا على تاهل الى الربع النهائي. بقول للجمهور الف 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 مبروك. والله بحكي للجمهور هذا الكبير مبروك، للفيصل كلهم مبروك، لهم قبل مبروك لنا. هذا واجبنا احنا اللي مسويناه في الملعب، هذا واجبنا. والفيصل هيك، الفيصل متعود يكون بالبطولات، الفيصل متعود يكون النهائي، وان شاء الله ناخذ البطوله وان شاء الله بوعدكم الدوري ما زال مع الفيصل باذن الله. أول شيء مبروك للجمهور، نحكي لهم إن شاء الله إنه الفريق عماله بمشي لقدام من مباراة لمباراة أحسن، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بنضل مستمرين على النهج هذا، وإن شاء الله إنه نفرحهم بالدوري، إن شاء الله الدوري مش بعيد، وإن شاء الله بنفرحهم بالكاس، والكاس بكون لنا إن شاء الله. الحمد لله اليوم الشباب ما قصروا، اللاعبين كلهم في الملعب أخذ المسؤولية. كل بيعرف انها مباراة كأس، يعني تعاملنا بإيجابية، حصلتنا يعني خروج من بطولة الكأس، لكن الشباب كان عندهم دافع وكان عندهم معنويات كبيرة انه يحققوا الفوز ويسطوا الجماهير اللي عزلتنا اليوم. الحمد لله مبارك لكل اللاعبين والجهاز الفني لإدارتنا لكل جمهور اللي عزلنا اليوم. اليوم كان الأداء مقنع، حطينا الفوز.